walk around like that nigga. Nigga on the trigger. If I need the loose, I smoke out of the chopper. Eat his liver. I came with the 38. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا في فيديو جديد معاكم احمد خالد. النهاردة جايين نتكلم على نسختي فيرجن 41 بس برو. يعني خلي بالك من كلمة برو ديت، لان ديت النسخة بعد ما اتعدلت ونزلت اتعدلت مرة كمان ونزلت فيها اضافات كمان. اهم حاجة تشوف الفيديو الاخر علشان هتلاقي حاجات كتير جدا هتفيدك، وعلشان ما يفوتكش حاجات مهمة جدا. المهم يا صديقي، ديت الواجهه بتاعت الدخول بتاعت النسخه زي ما انت ما شايف كده، دوت الشكل الرئيسي بتاع الدخول. لو دوسنا على اول واحده هيفتح لك الاذونيات بتاعت النسخه، تخش تفعل كل الاذونيات علشان تخش على طول مع النسخه بسلاسه من غير اي مشاكل ومن غير اي تعقيدات. وبعد كده هندوس على اخر واحده تحت خالص، واللي في النص هي الاستعاده. واخر واحده تحت خالص هنكتب فيها رقم التليفون علشان نبدا ان احنا نعمل عمليه تسجيل دخول للواتساب. تمام تمام يا معلم. احنا بنجرب تسجيل الدخول في كل فيديو علشان بس نشوف يعني النسخة فيها مشاكل في تسجيل الدخول، ما فيهاش بتاع النسخة مش عارفة ايه، عشان في برضو بعض النسخ بيبقى فيها مشاكل في تسجيل الدخول. طبعا لو انت متابعني من بدري هتعرف الكلام دوت، لان انا قلته في كذا فيديو قبل كده. بس خلينا نخش على طول على النسخة علشان نشوف مميزاتها مع بعض. تمام، دوت الشكل بتاع النسخه. اول ما يفتح معاك كده هيجيب لك الكلام دوت. طبعا ديت الاصلاحات والاعدادات اللي اتضافت في النسخه والمميزات اللي اتضافت في النسخه. تمام، هندوس على اغلاق اللي تحت خالص دي، وهنبدا ان احنا نشوف النسخه نفسها بقى ونشوف الدنيا فيها ايه. تمام، خلينا نخش على الاعدادات الاضافات والخصائص، وبعد كده نعمل نسخ احتياطي للبيانات علشان نبدا باول حاجه اللي هو ملف السرعه. خلينا كده ننجز بسرعه يعني، وما ناخدش وقت كبير وما نطولش في الفيديو. خلينا نخش نضيف ملف السرعه. طبعا الفيديو ده 12 دقيقه ونص، فيعني الفيديو طويل برده مش قصير، فعايزين نخليه يعني ننجز فيه كده بسرعه كده. المهم النسخه يعني جميله، هي النسخه جميله وما فيهاش اي مشاكل ودنيتها كلها تمام. كنت اقدر ان انا اظبطها زي نسخه فرانك، بس يعني انا ما حبيتش ان انا اعمل كده علشان ما بحبش ان انا ابقى بقلد او ابقى تقليدي يعني، فاهم انت الفكره. وغير كده وكده حاجه اضافيه حابب اقولها، ان نسخه فرانك لو انا عملت النسخه ديت زيها، اللي هيحصل ان النسخه ديت برده مش هتبعت صور، لان علشان تخلي النسخه تتحرك بالسرعه ديت ما بين المحادثات بتضطر ان انت تلغي حاجه ليها علاقه بالصور، فبتلغي تحميل الصور او تبعيه او ان انت تبعت يعني الصور لحد. تمام كده، فانا ما حبيتش ان انا اعملها. لو عايزين اعمل لكم نسخه للمجال بس، نسخه للتحفيل بس، ولا نسخة فرانك ولا غير فرانك، نسخة هتبقى حرفيا من اسرع النسخ للتحفيل. يعني هي الاثنين، انا هعمل لكم احلى نسخة للتحفيل كمان، وهسيب لكم اللينك بتاعها في الفيديو الجاي باذن الله او اللي بعد. هتبقى نسخة للتحفيل بس، مش هتستلم منها رسائل ولا هتبعت رسائل، انت هتستلم رسالة فاضية فقط لا غير. وطبعا هتفتح عليها بقى رقم امريكي، هتفتح عليها رقم فيك، وتبدا ان انت تحفل منها بس، يعني خليها جنب النسخة بتاعتك الاساسية. تمام كده تمام. المهم يا صديقي، احنا دلوقتي بنعمل استعاده بيانات. انا طبعا النسخه اللي انا بكلمك عنها ديت هعملها باذن الله وانزلها لكم، وهتبقى برضو مبنيه فوق النسخه اللي احنا بنصور عليها دلوقتي دي. النسخه هتبقى عباره عن ان انت مش هتستلم رسائل نهائيا، يعني مش هتستلم رسائل خالص. ديت الاعدادات بتاعت الخصوصيه زي ما انت ما شايف كده، ديت الاعدادات بتاعت الخصوصيه كامله، تقدر ان انت تتحكم فيها. مش هتستلم رسائل، بمعنى اي رساله هتجي لك هتبقى فاضيه ما فيهاش اي حاجه، الرساله هتوصل لك او كل حاجه بس فاضيه، تقدر تشوفها من بره، انما لما تخش عليها هتلاقيها فاضيه. فبالتالي النسخه هتبقى سريعه جدا 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 في كل حاجه. المهم هنا عندك السمات، تقدر تحمل سمات من على النت، وتقدر ان انت كمان تضيف سمات من الملف بتاع او اللي هو الملفات اللي عندك على الواتس. هنا المزيد من الاعدادات، تقدر تغير بقى في الالوان، وتقدر تغير في الشكل، وتقدر تعدل في الشكل اللي انت عايزه. عندك هنا الوسائط، وعندك هنا تغيير الشكل ذات نفسه. خلينا مثلا نحمل الايموجي بتاع الاي او اس اللي هو هولد واتساب اي او اس. ليه الايموجي دوت؟ لان الايموجي دوت بيبقى شبه الايفون، وبيبقى سريع جدا عن الايموجي التاني، ومستحب كده يعني، تحس ان هو كده حلو يعني، فاهمني. فانا دايما بحب ان انا اشغله، بحب ان انا اضيفه دايما في اي نسخه انا فاتحها، يعني اي نسخه حتى لو نسخه بالرقم الاساسي انا فاتحها بحب ان انا اضيف الشكل بتاع الايموجي ده يعني. المهم هنا الشاشه الرئيسيه، وعندك البار العلوي، تقدر ان انت تخش تتحكم في الاعدادات بتاعت البار العلوي كامله.
الستوري بقى وفصل محادثات عن الجروبات والكلام ده كله هتلاقيه موجود هنا، وظهر ايقونه الوضع الليلي وظهر ايقونه وضع الطيران. في حد عمال يحفل عليا ويرمي عليا كونكت، خلينا نشوف الحوار دوت لما نخرج بره. تمام، عندك هنا الزر العائم تقدر تخفيه وتشغله زي ما انت ما شايف اهوت، عاد بيرمي برده كونكت، تقدر تخفيه وتشغله عادي براحتك مفيش اي مشاكل. خلينا برده نخش هنا مثلا عند شاشه المحادثه، وعندك برده البار العلوي تقدر تتحكم في الشكل بتاع المحادثه ذات نفسها. يعني ديت كلها طبعا الاعدادات بتاعه البلس، احنا عارفين كلنا الاعدادات بتاعه البلس بتبقى عامله ازاي، فانا مش محتاج ان انا اشرح ليه انا دايما بصغر الخط في النسخه، وليه دايما بخلي الخط صغير في النسخه اللي انا باجي افتحها. دوت بيسهل عليك في موضوع الفيروس وكده، بمعنى بيخلي لك الرساله اصغر فتقدر تتحكم اكتر في الفيروسات، تقدر تتحكم اكتر في التهنيج. يعني هنا عندك الكريديتس دوت، طبعا الناس اللي انا حبيت اشكرها ديفيل واسلام سيمو والغطاس بقى ومحمد عصام واحمد جمال والناس دي كلها حبيت ان انا اشكرهم. يعني خلينا نخرج بقى معلم كده علشان نجرب. تمام، اهو الشخص الجميل دوت اللي قاعد بيرمي عليا الكونكتات. خلينا نخرج بقى من الجروبات اللي احنا فيها ديت كلها، وبعد كده نشوف هنعمل ايه مع الراجل ده. بس انا بصراحه مش عايز احفل، يعني انا لسه راجع من الشغل ودلوقتي بصور الفيديو وهنزل الفيديو بتاع وبعد كده المقاله والمونتاج ورفع النسخه والكلام ده كله. طبعا الموضوع مش سهل خالص، الموضوع متعب كمان والصوره مصغره ومش عارف ايه، فانا مش عايز افتح على نفسي فكره تحفيل بقى ويلا نحفل على بعض وانا اقعد احفل ويقعد يحفل. لا انا مش ما يعني ما مش قادر، بمعنى صح انا جسمي فصل خالص. لو واخد بالك الوقت بتاع التصوير بتاع الفيديو امتى؟ الساعه 7 الصبح. يعني انا يعني حتى انا ما نمتش، يعني انا لسه ما نمتش، اللي هو انا كنت في الشغل ومخلص شغل على البيت، ومن البيت مصور ومن مصور بعد كده المونتاج، وبعد المونتاج طبعا الصوره مصغره ورفع الفيديو على اليوتيوب والكلام ده كله. يعني تمام زي ما انت ما شايف اهوت، احنا كده دلوقتي يا معلم بنبعت الكونكت. النسخه سريعه في رامي كونكت، مش بطيئه يعني، حاجه كده برده جميله، و يعني انا شايف ان هي جميله، يعني انا شايف ان هي جميله ومقبوله كمان في رامي كونكت. طبعا المحتوى اللي انا بدات اقدمه من فتره، يعني انا شايف ان المحتوى ده اقدر اقدمه بطريقه تانية او عن محتوى تاني، بس انا يعني ما حبيتش الفكره وما حبيتش ان انا استمر في الفكره، مع ان انا اقدر استمر فيها واقدم محتوى جميل جدا، بس ما حبيتش يعني. تمام، هي الفكره جميله وكل حاجه وفيها افكار كتيره، بس يعني المحتوى هنا تقني. المهم لو اول واحده فوق خالص ديت الخصوصيه هتدخلك على الخصوصيه اللي موجوده في الاعدادات بتاعت المودز، تقدر تخش منها على هنا يعني من ديت عليها على طول. وعندك هنا بقى رساله مجدوله والرد التلقائي ورساله الرقم غير مسجل مسجل يعني مسجل مش عارف ليه مكتوبه مسجل. المهم وعندك هنا الوضع الداكن اللي هو الوضع بتاع الدارك مود برده موجود هنا تقدر ان انت تفعله. انا ما حبيتش ان انا اكمل في الموضوع دوت، مع ان في بدل الفكره مليون فكره، وفي بدل الفيديو مليون فيديو، وفي بدل الطريقه مليون، وفي امكانيات ان انا اقدر اكمل الموضوع دوت. بس طبعا القناه عندي محتوى تقني، يعني بتتكلم عن الواتساب، التطبيقات المدفوعه، برامج ارقام بتاع مش عارف ايه، فالكلام ده كله الفئه اللي بتتابعني او الناس اللي بتتابعني علشان الموضوع ده. فانا لما اغير المحتوى بتاعي اخلي المحتوى مثلا زي معلومات عامه او معلومات ثقافيه او مثلا اماكن حول العالم او مثلا اسئله او ايا يكن الا انا هغير المحتوى ليه. طبعا في كذا فكره مش هلاقي جمهور، او بمعنى صح مش هلاقي تفاعل، لان القناه المحتوى بتاعها الاساسي هو تقني. تمام، دوت فيروس حرق الشات زي ما انت ما شايف اهوت، بنتحرك ما بينه بسرعه والنسخه جميله وفي التحرك ما بينه زي ما انت ما شايف، يعني ما فيش اي مشكله، سريعه برده مش بطيئه. يعني النسخه ديت اول ما نزلت كانت حاجه عظمه كده من الاخر بصراحه. هتلاقي اللينك بتاعها موجود تحت في الديسكريبشن، هتخش هتلاقي القناه بتاعت او الديسكريب، هتلاقي عفوا المدونه بتاعتي، ومن المدونه بتاعتي يا معلم هتبدا ان انت تخش على اللينك بتاع التحميل. اللينك بتاع التحميل هيبقى عباره عن ايه، ان انت هتستنى 30 ثانيه او 60 ثانيه حاجه زي كده، وبعد كده هتبدا تخش على الرابط على طول ميديا فاير، يعني مفيش بعد كده اختصارات روابط، انا لغيت نهائيا اختصارات الروابط. انت اول ما هتخش هتلاقي موجود في اللهم صل على النبي في الديسكريبشن الرابط بتاع المدونه. تمام كده هتخش عليها، هتخش على المقاله يعني بتاعت النسخه ديت، ومنها هتخش على رابط التحميل، هتدوس على تحميل او رابط تحميل النسخه او غيره. اول ما تدوس عليها هيحولك لصفحه تانية، الصفحه ديت هتاخد من وقتك مجرد دقيقه مش اكتر، وبعد الدقيقه ديت يا معلم هتروح محولاك على صفحه التحميل مباشره اللي هي ميديا فاير او ميجا بدون مواقع اختصارات روابط.
لغة أقوى فيروسات المجال زي ما أنت شايف، التحرك ما بينها مقبول طبعا زي ما أنا ما قلت في أول الفيديو، أقدر أخلي التحرك ما بينها سريع جدا، وأقدر أخلي التحرك ما بينها صاروخ كمان مش سريع بس، بس الفكرة ذات نفسها إن أنا لو عملت كده يبقى أنا كده معلمي بمعنى صح بدمر النسخة. ليه؟ لأن هي مش هتبعت صور، واحتمال برضو الريكوردات يحصل لها حاجة مع بعض التليفونات، مش كل التليفونات، مع بعض التليفونات، يعني أندرويد 10 و442 الاتنين دولت مش هيعرفوا يبعتوا ريكوردات ولا صور، إنما الباقي مش هيعرف يبعت صور بس. انا كنت اقدر اعمل الموضوع دوت، والموضوع طلع سهل جدا مش صعب كمان، بس انا ما حبيتش ان انا اقلد، او ما حبيتش بمعنى صحي كده ان انا ابوظ النسخه، يعني لان الموضوع طبعا لو رجعت تاني حوار الصور النسخه هترجع تاني بتهنج، لو شلت حوار الصور النسخه بتهنجش، فهي ملهاش حل الا ان انت تشيل حوار الصور. تمام كده؟ تمام. طبعا زي ما انت شايف دوت الشكل بتاع النسخه هنا، فيروسات الضغط برضو، يعني تقدر تخش يعني لو بتحفل على حد رومات او غيره تقدر تجيبه في كذا روم وترمي عليه فيروسات ضغط. الشخص دوت طبعا انا جيت احفل عليه من شويه، بس طبعا انا مش عايز احط نفسي في مواجهه ما بيني وما بين حد، اللي هو يلا بقى نحفل على بعض وبتاع مش عارف ايه والكلام ده كله. عندك هنا الستوري تقدر تعمله، او تقدر لو انت خايف مشاهده الستوري تقدر تبين لشخص معين اللي انت شفت الستوري بتاعه، وديت برده ميزه جميله. وعندك هنا برضو السهم اللي تحت دوت بتقدر تكتب منه الحاله بتاعت الاستوري، وعندك الاعدادات بتاعتها اللي انت تخيل تغير الباك جراوند اللي ورا، وتقدر كمان تختار اللون بتاع الباك جراوند اللي ورا، يعني تقدر تحط انت اللون بنفسك وبعد كده تدوس موافق فالباك جراوند اللي ورا تتغير، وتقدر تغير اللون بتاع الكتابه ذات نفسها زي ما انت شايف اهوت، اللون بتاع الكتابه نقدر ان احنا نغيره ونخليه اي لون احنا عايزينه زي ما انت شايف كده، نخليه مثلا اللون الازرق اهو، هو اختفى علشان اصلا الباك جراوند زرقاء، فخلينا نجرب لون تاني الاحمر مثلا زي ما انت ما شايف كده. طبعا هو علشان انا الكتابه عندي في الفون نفسه بتبقى عباره عن اسود والخط اللي بره ابيض، يعني ديت في الفون نفسه، فعلشان كده مش باينه. وطبعا دوت الشكل بتاع الايموجي، ولحد دلوقتي كده انا شايف ان كل حاجه تمام وكل حاجه عظمه، وشايف ان النسخه 10 على 10، ما حبيتش اقلد وما حبيتش ان انا ابوظ حاجه في النسخه علشان ارضي جزء معين. انا هعمل لكم نسخه للمجال للتحفيل بس، تقدر تفتحها جنب رقمك الاساسي. لحد هنا الفيديو بتاعنا يكون خلص، ما تنساش لايك للفيديو وتشترك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.